السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمال إيطاليا الغربي تحت الثلوج، تحت الثلوج، حالة طوارئ تقريبا أسبوعية، تساقط الثلوج ليلا ونهارا. وأعمال جد متواصلة، الجرافات لإزالة الثلوج من الطرقات، لم يسبق لهذه التساقطات تكون بهذا الشكل. سبحان الله العظيم، بشهادة المسنين. هذه ماشي دبابة، هذه اللي كتبان هنا ماشي دبابة، هذه الحرارة ديال الأرض مع الثلوج راها كتبخر، راها كتخرج. اليوم حبس شوية، حبس شي شوية، كاين الغيوم، كاين الغمام، وكاين الشمس كذلك غيوم. إذا دخلت أنا هنا ما غنبقاش نبان، على قد طولي ما غاش نبقى نبان. ها هو حالة الطوارئ، كانوا ضحايا، كانوا خسائر مادية، ولكن كيف كنقول الخسائر المادية تعوض، الخسائر البشرية هي اللي، ولكن قضاء الله وقدر كل لكل أجل كتاب، كل واحد واش مقسم ليه ربي باش يموت، كل واحد واش كيكون السبب. الأشجار تقلت بزاف بالثلج وسقطات، سقطات في الطرقات، كتسقط على بعض السيارات. وكذلك لا إله إلا محمد رسول الله، كاين عدة ضحايا ديال الناس متشردين لي لا مأوى لهم، لا مدفأة، لا بيت، لا سقف، لا غطاء. الفراش ديالهم الأرض، الغطاء ديالهم السماء، توفوا. نسأل الله لهم الرحمة، نسأل الله لهم الرحمة، نسأل الله لهم الرحمة، نسأل الله لهم الرحمة. علو الثلوج، ها الأرض، شوفوا العلو، بغيت نوريكم الجبال، جبال الألب الساحلية. تلبية لمهاجري إيطاليا إلى فرنسا، تلبية لرغباتهم ولشوقهم واشتياقهم لهذا الثلوج، كنهديهم هذا الفيديو. كاين الغمام، كل ما كانش الغمام غتبان الجبال ساطعة، كاين الغمام. ها أنا البيت الرغبات، سبحان الله، شوف سحاب أبيض متقد لأنه مدير الشمس، وأرض بيضاء، أنا نوريكم الطول ديالي مقارنة مع هاد الثلج، هذا هو الطول ديالي. وشوفوا شحال، يعني الا دخلت انا غنتدفن وسطه، شوفوا شحال
شي كله تلج 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 تل هنا. يعني الا دخلت انا ما عادش نبقى نبان نهائيا نهائيا. يوكوكم سيكيني لا كان العرم الله. ها هو طولي واصل لهنا طول ديالي واصل لهاد البلاصه. ها هي انا غنعاود عاوتاني نلوح فيها. الطول ديالي واصل لهاد البلاصه. واصل لهاد البلاصه هذا هو طولي. وحسبوا من هنايا شو شحال من سنتيم. كلشي ثلوج 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 ثلوج. ها هو تل هنا عاد كاين السماء. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ها هو عشاق الثلوج عشاق الطبيعه عشاق التامل في ملكوت الله. تحيه لهادو اللي كينقيو الطرقات. تحيه ليهم في الحقيقه. والله الا كيدوز الليل كامل هما كيجرفوا في الطريق باش يحيدوا الثلوج. تحيه ليهم وان شاء الله نتمنوا من الله العون يا رب العالمين لكل من يبيتون في الخلاء المشردين الذين ليس لهم لا مأوى لا بيت ولا مأوى. يا رب العالمين الله يعم ربي يكون معهم يا ربي يكون سرد وحنن القلوب ديالهم. هاد السنة مع الجائحة ماشي على مهاجرين كاينين تأهل البلد تاهما كيعانيو مع هاد الجائحة تاهما كذلك كيعانيو معاناة. حتى هما ما لقاوش باش يخلصوا الكرة وخرجوا للشارع ما لقاوش حتى هما مأوى. نسأل الله الرحمة والمغفرة والتوبة ويا أرحم الراحمين وتغير الحال إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين. جبال الألب هذه اللي شويه ساطعه فيها الشمس والفوق راه كله رماد ديال السحاب. تلبية لرغباتكم لمحبي ايطاليا لعشاق ايطاليا. لكل من هاجر من هنا من إيطاليا إلى بلد آخر واشتاق إلى هذه الأجواء فها هو هذا الفيديو هدية من قناتكم قناة الصدقة الجارية مزمورية تلبية لرغباتكم. هنا قلنا البخار البخار ديال الارض مع البروده ديال الثلج. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.